السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلو الحديث والكلام. من قناة منوعات لينا كنرحب بكم، كنبارك لكم العواشر، ما كنقول لكم مبروك عواشركم بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك. مبروك عيدكم مسبقا. كنشارك معكم في هذا الفيديو ملابس العيد بالنسبة لأبناء أخي طه وعمران ومحمد سيف الدين. كما كتشوفوا معايا قنادر او جوج قندورات، وحده في اللون السماوي او السيال، وحده في اللون الابيض، والخياطه باللون الاسود بالبيض والكحل، زوينين. وعاد حوايج اخرين، وغنبداو بالقندوره البيضاء ديالت قندوره طه. هادو غادي نلبسوهم نهار العيد ان شاء الله باذن الله. انا غير حبيت نشارككم معاكم. هذه هي القندوره على الطول باش تشوفوا الخياطه ديالها. بصحة طه. عفوا، هذيك القندوره البيضاء ديال عمران، بصحة عمران. وهاد القندورة اللي في السماوي او السيال ديال طه، بصحة طه. وغادي ناخدو دابا الحوايج الاخرين او الملابس الاخرين ديال العيد، الشورت والتيشورت ديالو، يعني الانيفورم او اليونيفورم كامل. بمناسبة الصيف كيكونوا الشورتات معهم التيشورت ديالهم. الشورت في البلو مارين او الازرق، والتيشورت في الاصفر. وغادي نوريكم اللبسة ديال طه، الشورت حتى هو في البلو مارين اي الازرق، ازرق مغلوق، والتيشورت كما كتشوفوا كول بولو في اللون الاخضر. الملابس زوينين، ولكن للاسف ما جاوش قدهم، خاصني نمشي نبدلهم بوحدين اخرين. اما هادو هما الملابس ديال محمد سيف الدين. اولا كره صغيره، شورت في الاسود، وعنده الزياده والنقصان، مثلا الا جاه كبير ولا صغير من السمطه من الحزام، وتيشورت بولو احمر. وهذه البيجامة ديالي ديال العيد. هذه هي الملابس ديال العيد ديالي انا، اتمنى تعجبكم. هي بهاد الشبيكة هذه على الصدر، هذا هو الكول. ليمون شاهم مطروكار ثلاثة اربع، ماشي طوال، حتى ماشي طوال بزاف. وهذه والتوب صيفي رقيق ديال البيجامات. ها هو هذا الوجه ديالو، هذا القفه ديال الثوب. نتمنى تعجبكم بيجامتي، يعجبكم ذوقي. وعيدكم مبارك سعيد بالصحه والهنا وراحه البال، ان شاء الله يدخل عليكم وعلينا بالخير والبركه. هادو هما اللبسات باش تبدلو، لان هادو كانوا صغار. تا هما جيرزي، توب جيرزي. شوف الخياطة او الموديل كيداير الشكل، ها هو. تا هو زوين بزاف، تبدلو بيه محسن. الشورت توب مونطوني رقيق وديال الصيف، فيها المهم هاد العلامة، هاد السيريغرافي، هادي مزيانة، موديل زوين. هداك في الموتارد، وهذا في الأزرق، والشورت ديالو كري بارد. وكما كتلاحظوا هاد الكري، اللون الكري هنا هو اللي في السيريغرافي هنا، كذلك هنا، واخا هنا بيض، المهم هذا موالم مع هاد السيريغرافي، الألوان ديال السيريغرافي.
الصحة والراحة لطه وعمران. وهنا لا فيديو ديالنا السالة، نتمنى يعجبوكم كما يعجبوهم، وعيد سعيد للجميع، لكل الأطفال ولكل الكبار والصغار ولكل المسلمين، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل.